الابتكار الذي شاركت به في معرض الاختراعات الدولي بكوريا الجنوبية 2022 المرأة المخترعة. تقوم فكرة الاختراع على نظارات تعليمية لطلاب المدارس والجامعات، تقوم بدور المصحح اللغوي والإملائي في الأوراق عن فكرة المصحح والمدقق اللغوي في الأجهزة الرقمية. هذا الابتكار أتى نتيجة تفكير في مشكلة تؤرق المعلمين والمعلمات، وهي الأخطاء الإملائية واللغوية الموجودة في أوراق الطلاب والطالبات. تم تسجيل براءة الفكرة ولله الحمد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأصبحت فكرة محمية. وجدت الدعم طبعا من قيادتنا الرشيدة التي أتاحت للمرأة كل سبل التمكين، ومن هذه السبل الابتكار والبحث العلمي والتعليم والابتعاث والكثير من المجالات. أيضا وجدت الدعم من إدارة تعليم النماص باعتبار أنها إدارة متميزة على مستوى إدارة المملكة، ممثلة في مدير التعليم ومركز التميز. أيضا وجدت الدعم كبيرا من جامعة الملك خالد، حيث تبنت تنفيذ فكرة الابتكار. جاء هذا الوعد على لسان معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجل الله السلمي، أيضا عميد الكلية الدكتور خالد أبو حكمة وسعادة رئيس القسم.